أهلين حبيبي. أهلين أمي. شو صار؟ رجعت على البيت. إيه الحمد لله، مبروك. الله يخلي لي إياكي. لك حبيبي، أنت اللي عم تشكي منه، يعني كل المتجوزين بيشكوا منه، يعني إذا هي أهملتك واهتمت بالولاد والبيت بهالحالة، أنت شو لازم تعمل؟ لازم تهتم بالأمور التانية، بالمشاعر، بالأحاسيس فيها. بلا. هاي مو حبيبتك يا ماما؟ أنا بحبها لحنين كتير، وبحياتي ما تخيلت إني أخذ محلها. أكيد أنا في عندي أشياء وأحلام بحبها كتير وبحب إني حققها، بس يلي عم بحلم فيه موجود هون، وهذا هو يلي ناطرة إني حققه. مو كل الناس بتشبهنا، مشان هيك ما بيقدروا يفهموا نحنا كيف عم نتصرف. أنا ما بدي أسرق شغل رفيقتي وحلمها، بجد بدي حافظ على شغلها وكأنه هي موجودة معنا هون. ما عم مثل ولا عم بدي المثالية. معناها مانك مضطرة تبرري لحدا اللي ما بده يفهم مشكلته. اصلا مين بده يفهم؟ واحد مثل الياس ما بيعرف شي عن المسرح والالتزام، كل اللي بيعرفه هو الشهرة والمصاري. انا متأكد انه كل جيته لهون بس هي عبارة عن اعلان مشان يقولوا عنه ابن مسرح. تبهدل المسرح، صار مجرد خطوة او مرحلة عند العالم، بينما كان قبل طموح وشغف لكل فنان. اللي عم يصير هون عم يخليني اختنق واتضايق من جوا. يلا بدي روح على بيت حنين شوف اذا رجعت او لا. بدك شي مني؟ سلامتك. باي. نرجس، نرجوسه، ليكي يعني انا بصراحه اسفه، صح دجيتك دج كلام ما منيح، بس انا هيك. ليه هيك؟ لانه هيك. خليكي هاي، انا اسفه. شو عندك؟ ما عندي شيء اصلا. مالي عبالك في التبزه؟ يا عيني يا عيني. طبعا قومي، بس ثواني لجيب شنطتي. تعي تعي. انا بقترح، شو رايك وصلك؟ شكرا كثير لك، بروح لحالي. لا انا عن جد ما عم بفهم عليكي. انا اللي ما عم بفهم عليك، شو بدك؟ لك ما بدي شيء، انا بس حابب ريحك. شكرا كثير، كثير مرتاح. باي شباب. بتحبها؟ لا لا لا. السيجارة ولا لا ما بتحبها؟ ما بعرف شو أعمل. أنا هيك. ما لازم تعمل شيء. أنت أصلاً أحلى شيء فيك إنه أنت ما بتشبههم. ماما كيفكن؟ شو أخباركن؟ أهلين حبيبتي، كيفكن؟ نحن مناح الحمد لله. شو إمتى جايين؟ ما بعرف حبيبتي، أنت بتعرفي إنه أبوكي بيحب هذا الوقت كتير بالضيعة. إيه بس ماما التكريم قرب ونحن لسه ما عملنا شي لهلا، معقولة بابا؟ هلا هو عم يقول إنه اللي بده يكرمني لازم هو يعمل كل شي، أنا مهمتي إني أحضره بس. ماما ما بصير هذا الحكي، وينه بابا؟ عم يتحمم.
معقولة عم يعمل دوش لحاله؟ ايه. طب بركي وقع. لا لا تخاف، هلا بخليه يحكي معك. طب يلا اوكي ماشي، باي. نعيما الله ينعم عليك. اتصلت عصمت. عم الله خير. عم تسأل انت راجعين على الشام؟ هذا الوقت من السنة بحب ضل هون. قرب وقت التكريم. يا ريت يكرموني وأنا غايب. كأنك مو مهتم؟ لا مو صرت مو مهتم، بس يعني متفاجئ إنهم غايرين عوايدهم. عادة بيكرموا الناس بعد موتها. شو اليوم مشان المشوار بعد الدار؟ جاهز. معقولة أنت سليم عم بحكي معك؟ أوكي أوكي. لك شوي أوكي أوكي. ثواني. ألو. أهلين بابا، كيفك؟ بابا اشتقنا لكم، يا ريت أنتوا تجوا حبيبتي. بابا قرب التكريم. أنا متفاجئ، لأنه بالعادة بيأجلوا التكريم لبعد الموت. بابا شو هالحكي ها؟ بعيد الشر عنا. خلص بابا، خلص خلص خلص، بكرة جايين. ماشي بابا، توصل بالسلامة، باي. الله معك، مع السلامة. ماشي يا سليم. تشرفي. بس بدنا نرجع ها؟ إذا بدك نرجع منرجع. ما في داعي نضب أغراضنا. ما منضبهم. تشرفي.